وفي شهر الربيع لنا سرور بمولده المكرم حين يوجد لياليه كأعياد لدينا يهجج شوقنا الأمى تجدى وفيه بشارة للمسلمين بغفران الذنوب بذكر أحمد خصوصا بالمحبين الكرام ذوي الأشواق في الأسحار سجى تصن به صلاة ما سلام بإكثار على حب مؤبد نخص بيومه 12 شهر بوقت ولادة المختار أسعى وفي كل ليالي ما نهارهم بهذا الشهر مولود تعدد وكل المسلمين من البلاد ومن بدو لهم فرح تمدى يجودون ذبائح معد عامهم بإصلاح الولائم باسم أحمد وتزيين لأماكن بالأحصير وغيرهم مهمات تسدى ومن ذيب كمسك ثم عود ومن سرج وأنوار تواقد كذاك قراءة القرآن سرا وجرا كان من ملأ ومفرا وإنشاد لقصائد من ثناء ومدح في منورنا محمد مواليد المشائخ قد أبانت بسيرته كبرز أنجين ممدى وغيرهم تصانيف بنثر ونظم في دواوين تمجد فصلوا يا أحبائي عليه تنالوا عفو مولاكم ومغسى ومغفرة وأمدادا ونورا ونفحات وإحسانا مجرد لمكثرها بيوم أو بليل كرامة بلا حد تحدى soo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dhaha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed haddii kala soo daga App Store iyo Play Store abka dhaha balaas